هناك على ضفاف الأمل قريبا من القلب، وتحت سماء الحب والصفاء تتربع الرياض، عاصمة انتشت بإنجازات ملوك تلمسوا أسباب النهوض وعملوا على تأمينها، وكتبوا بماء من ذهب تاريخ البلاد منذ تأسيسها ثم توحيدها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ليكمل بعده مسيرة العطاء أبناؤه البررة ممن تولوا مقاليد الحكم، ولتسير المملكة بخطوات واثقة تحت ظلال حكمتهم في درب التقدم لترتقي أعلى درجات سلم الحكم. فبادل أبناء الوطن قادتهم الحب حباً والوفاء وفاءً، وساهموا معهم يداً بيد في بناء المملكة العربية السعودية. فكان مشروع مكتبة الملك فهد الوطنية هدية من مواطني الرياض لمليكهم خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز رحمه الله، لتصبح حاضنة لتاريخ الوطن وتراثه لحاضره ومستقبله. ليستمر دور مكتبة الملك فهد الوطنية ولتواكب التقدم الثقافي والمعرفي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله، بعزيمة ماضية وهمة لا تلين بدأ تنفيذ المشروع عام 1406 هجرية كمعلم تذكاري، حتى وضع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض آنذاك لمساته الفكرية، واقترح تحويل المشروع إلى مكتبة وطنية للمملكة العربية السعودية. وكانت الخطة الخمسية الثالثة 1400 هجرية 1405 هجرية قد أكدت على أهمية إنشاء مكتبة وطنية تواكب التقدم الثقافي والمعرفي الذي تعيشه المملكة. في عام 1410 هجرية صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية وهيكلها الإداري، وتضمن النظام مجموعة مواد حددت أهداف المكتبة، وكان من أهمها جمع كل ما ينشر داخل المملكة، جمع ما ينشره أبناء الوطن في خارج المملكة، جمع ما ينشر عن المملكة، جمع أهم الإنتاج الفكري الحضاري خارج المملكة، جمع كتب التراث والمخطوطات النادرة والوثائق وكل ما له علاقة بالحضارة العربية والإسلامية، تسجيل ما يودع لديها وفقاً للأنظمة، إصدار البيبليوجرافيا الوطنية والفهارس الموحدة وغيرها من أدوات التوثيق، إنشاء قواعد للمعلومات البيبليوجرافية. وفي عام 1412 هجرية صدر نظام الإيداع الذي تم بموجبه تسجيل كل ما ينشر داخل المملكة من أوعية المعلومات. كان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز قبل أن يكون رئيساً لمجلس أمنائها مشرفاً عليها، يتابع شؤونها ويشرف على مشروعاتها، وهو الذي تعهدها منذ أن كانت فكرة وليدة. تبوأت مكتبة الملك فهد الوطنية مكانة مرموقة بين كبريات المكتبات الوطنية المتخصصة في اقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه وجمع المخطوطات والمصورات النادرة والمطبوعات والوثائق المنتقاة، وخاصة ما يتعلق بالحضارة العربية والإسلامية وإصدار البيبليوجرافية الوطنية والفهارس الموحدة وغيرها من أدوات التوثيق، وإنشاء قواعد للمعلومات البيبليوجرافية. أدى اهتمام أبناء الوطن بمواكبة نهضة المملكة إلى ازدياد نتاجهم الإبداعي، حتى ضاقت بهم جدران ورفوف المكتبة، فبرزت الحاجة إلى تمديد هذا الفضاء المعرفي ليستوعب نتاج مبدعي الوطن، حتى ارتأى مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية بتوجيه مباشر من سمو الأمير سلمان
المشرف عليها بضرورة توسيع المكتبة. كانت الخطوة الأولى على طريق التوسعة عام 1428 هجرية، عندما وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض آنذاك، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عقد تنفيذ التوسعة مع إحدى الشركات الوطنية بتكلفة تجاوزت 287 مليون ريال. وللحفاظ على عبق الأصالة تم التوصل إلى الإبقاء على المبنى القديم، لتظل المكتبة وعاءً معرفياً يتوسط قلب الرياض وفي منطقة حيوية بين طريق الملك فهد وشارع العليا العام، يزاوج بين صور الماضي وإبداعات الحاضر. اعتمد التصميم الجديد بعد طرح الفكرة كمسابقة معمارية استغرقت عدة شهور. قدمت خمس من أهم الشركات العالمية تصوراتها للمشروع، لتنتهي باختيار التصميم المقدم من جيربر معماريون من ألمانيا ومكتب الخدمات الاستشارية السعودي سعود كونسلت من المملكة العربية السعودية كأفضل المتقدمين من حيث الاستغلال الأمثل للموقع، مع الاهتمام بالنواحي الوظيفية للمكتبة. تحولت المكتبة بعد التوسعة الحديثة إلى تحفة فنية رائعة، وأصبحت معلماً شهيراً من معالم المملكة الثقافية وبوابة إلى عالم الإبداع، تلتقي فيها أصالة التاريخ العربي والإسلامي مع فنون ونتاج العصر الحديث. أصبحت مكتبة الملك فهد الوطنية في مصاف المكتبات العالمية من حيث مجموعاتها، فقد زاد المخزون الاستيعابي للمكتبة بعد التوسعة من 600 ألف كتاب إلى 2,400,000 ألف كتاب. زادت مساحة المكتبة الإجمالية من 28 ألف متر مربع إلى 70 ألف متر مربع، مراعاً فيها مواقف السيارات تحت مستوى سطح الأرض. تتسع لأكثر من 620 موقفاً. ربط التصميم العمراني للمشروع المناطق المجاورة له من الجهتين الجنوبية والشمالية بممرات للمشاة والسيارات ضمن تصميمها العام. وفر التصميم مساحات مناسبة حول المجموعات المكتبية، أهمها قاعات مجهزة للندوات والمحاضرات، قاعات للعروض السمعية والبصرية، مكاتب الموظفين في المكتبة، مقر مجلس أمناء المكتبة. اعتمد مشروع إعادة تطوير المكتبة على عدد من الاعتبارات المتعلقة بمباني المكتبات، كالاحتياطات الخاصة بالحركة والأمن والسلامة والقابلية للتوسع المستقبلي. تميزت المكتبة بتصميمها الهندسي الفريد الذي يسمح بمرور ضوء الشمس دون أشعتها من خلال أشرعة بيضاء تحيط بالبناء من جوانبه كافة. كما تم التركيز على ملائمة البناء لوظائف المكتبة وتوفير إطلالة جميلة على حديقة عامة بنوافيرها ومسطحاتها الخضراء، جعلتها رئة يتنفس منها البناء وقيمة ثقافية تسمو به للأعلى، ليشكل مكعباً يرمز للوحدة المعرفية التي يمثلها الكتاب. ما إن تطأ قدماك بوابة المكتبة تجد الفناء الواسع الذي يحيط بالمبنى القديم، إذ جعله مرئياً من خارج وداخل المبنى الجديد من خلال القاعة الرئيسية في أجواء ثقافية بديعة. دور أرضي تعلوه ثلاثة أدوار تغطيها قبة سماوية غاية في الجمال، صممت بطابع معماري حديث مزين بالزخارف العربية والنقوش الرخامية. تصميم داخلي مفتوح يتسع فضاؤه لنظرات اللهفة وهي تجوب أركانه، ترقب سهولة حركة العابرين في الممرات والمصاعد وعلى السلم الكهربائي الأطول في مدينة الرياض. رحلة ثقافية ماتعة بين أقسام وأجنحة المكتبة، يمضي معها الوقت سريعاً، عنوانها الدهشة والاكتشاف، ويبقى فضاء المكتبة الداخلي فسحة للخيال تشرد فيها الأفكار وتتقاطع معاني الجمال، لتستكشف بعداً مبتكراً للمكتبات وإطلالة عامة تمزج بين الطبيعة والثقافة.
ويترك تكوين المبنى الفريد في النفس عمقاً رمزياً يتمثل في كون المعرفة تعيش حالة الارتقاء والصعود. فالمساحات الواسعة وأشجار النخيل وأسفار الأولين والآخرين الموضوعة على الرفوف وخفقات قلوب عشاق المعرفة كلها تودع مزيداً من المحبة في رصيد الوطن، وتوصل حبال المودة بين أفئدة أبنائه، وتشفي الصدور المتعطشة إلى العلم والعاشقة للكتاب، فترسم العيون على الأفق نظرات من اللهفة المعرفية. غدت زيارة المكتبة متعة عائلية بعد إضافة قسم للمرأة وآخر للطفل ليستنشق أفراد العائلة جميعاً عبير الثقافة. فالعائلة في المكتبة وإن افترق كل فرد منها إلى قسم خاص به، إلا أنها تجتمع على موائد الثقافة العامرة التي تتربع بشموخ على رفوف مكتبة الملك فهد الوطنية. اليوم والمكتبة أصبحت علماً كبيراً من أعلام مدينة الرياض، بل علماً من أعلام المملكة السعودية. كيف نقول ماذا ستقدمه المكتبة للباحثين والعلماء وطلاب العلم؟ المكتبة الحقيقة يجب أن تكون قبلة لجميع الباحثين، وأيضاً يجب أن تكون صدر المكتبة واسعاً لاستيعاب كل الملاحظات وإيجاد الفرص للباحثين، بحيث يستطيعون التواجد فيها في كل وقت، سواء كانوا رجالاً أو نساءً. يجب أن تتاح الفرصة للباحثات أيضاً، وأن يكون لهن مكان بارز يستطيعنا فيه أن يبحثنا وأن يجمعنا وأن يكتبن. بقي نقطة واحدة أريد أن أشير إليها، وهو إلى موقفي ودوري صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. الحقيقة الأمير سلمان بن عبد العزيز كان هو المفكر، وهو المدبر، وهو الذي اقترح المكتبة، وهو الذي سعى لإنجاحها. مكتبة الوطن الوعاء الحاني لنتاج أبنائه المعرفي، الحافظ لأسفارهم من التلف والضياع من خلال نظامها نظام الإيداع الذي بدأ تطبيقه عام 1414 هجرية، ويلتزم بموجبه الناشرون بإيداع نسخ من نتاجهم في المكتبة الوطنية، ويتم تخصيص رقم إيداعي دولي معياري للكتب ردمك وللدوريات ردمد، من أجل تمييز المطبوعات بأرقام عالمية لا تتكرر في أي مكان، وللتعرف على النتاج الفكري بسهولة، وإصدار شهادات توثق حقوق المؤلف والناشر والمنتج لتلك المصنفات الفكرية، ليصبح إجمالي المقتنيات المحفوظة في المكتبة ما يقارب 2,000,000 مادة من الإنتاج الفكري السعودي بأشكاله كافة، بالإضافة إلى الوثائق التي تتجاوز 2,000,000 وثيقة أصلية وأكثر من 10,000 وثيقة مصورة. تعد مكتبة الملك فهد الوطنية من أكبر مؤسسات النشر المتخصصة في علوم المكتبات والمعلومات والبيبليوجرافيا، فقد أصدرت المكتبة أكثر من 400 مطبوعة من الأعمال البيبليوجرافية والبحوث والكتب والترجمات التي لاقت إقبالاً على المستويات كافة، وأصبح بعضها من المراجع المعتمدة في بعض الجامعات السعودية والعربية. وتصدر المكتبة مطبوعاتها في 4 سلاسل مرقمة، منها ما هو معني بنشر البحوث والمؤلفات عن المكتبات والمعلومات في المملكة، ومنها ما هو خاص بعلم المكتبات والمعلومات بشكل عام. أما السلسلة الثالثة فتختص بنشر الأعمال البيبليوجرافية والفهارس، وهناك سلسلة رابعة تعنى بالدراسات والبحوث التي تؤرخ للحياة الفكرية والثقافية للمملكة قديماً وحديثاً. كما تتولى المكتبة نشر الدوريات العلمية والنشرات، ومنها مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ونشرة المستخلصات وأخبار المكتبة. مكتبة الملك فهد الوطنية بوصفها مكتبة الوطن، فإنها تحتوي على عدد من الأقسام المميزة، وأهمها المتحف. في المكتبة متحف متخصص بحفظ وعرض المخطوطات والكتب النادرة ومجموعة من المسكوكات المختلفة، ويضم المتحف حوالي 5,000 مخطوطة أصلية
وأكثر من 80,000 مخطوطة مصورة على المايكروفيلم من المكتبات الكبرى ضمن مشروع حماية التراث المخطوط، وقد تم تخزينها بطرق حديثة إضافة إلى شواهد حجرية منقوشة توضح تطور الخط العربي وأدوات ومواد الكتابة. كما يقتني المتحف مصحفاً كوفياً مخطوطاً على الجلد يعود إلى القرن الثاني الهجري. حفظ التراث المخطوط. حرصت المكتبة على الحفاظ على التراث المخطوط في المملكة بتصويره وحفظه وإتاحته للمستفيدين في مكان واحد، تمهيداً لإصدار فهرس موحد للمخطوطات. وقد استهلت المكتبة مشروعها بمسح شامل لجميع المخطوطات الأصلية الموجودة في المكتبات السعودية الخاصة والعامة وترميمها وتسجيلها وتصويرها وإيداع نسخة رقمية منها في المكتبة. كما حصلت المكتبة على المخطوطات العربية النفيسة من جامعة برينستون الأمريكية، وهي عبارة عن 10,000 ملفوفة مصورة من المخطوطات والكتب النادرة. وزاد عدد المخطوطات في المكتبة عن 2,000,000 وثيقة، وبلغ عدد صفحاتها المسجلة والمصورة نحو 20,000,000 صفحة. قسم الوثائق. سعت المكتبة للحصول على كثير من الوثائق عن طريق الشراء أو الإهداء أو بتوجيه من المسؤولين في الدولة، حتى تمكنت من الحصول على أكثر من 2,000,000 وثيقة أصلية، من أهمها وثائق قصر ثليم، إضافة إلى 110,000 وثيقة مصورة عملت على ترتيبها وفهرستها وحفظها بما يليق بأهميتها. مركز معلومات المملكة يضم أهم الشرائح والعملات والأطالس والوثائق والخرائط والنشرات واللوحات وأشرطة الفيديو. كما يوجد أكثر من 9,150 كتاباً باللغة العربية واللغات الأجنبية. وقد أولى المركز أهمية كبيرة لكتب الرحالة العرب والأجانب التي تعد مصدراً مهماً من مصادر دراسة تاريخ المملكة، إضافة إلى مجموعة الوثائق البريطانية المتعلقة بالجزيرة العربية. الأرشيف الوطني للصور التاريخية. تأتي أهمية المركز من احتوائه على الأرشيف الوطني للصور التاريخية، فيضم أكثر من 60,000 صورة للملوك والأمراء والشخصيات البارزة وأهم المناطق، منها مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يشرف على أكثر من 450 لوحة لفنانين سعوديين و170 خريطة نادرة للمملكة. وقد تم تسجيل الكثير من اللقاءات الصوتية كشهادات على العصر مع رجالات المملكة ورواد الثقافة والتعليم، ليتحدثوا عن حياتهم وقصص نجاحهم وإنجازاتهم، ويرصدوا التغيرات التي حدثت في الوطن. ماتعة هي رحلة الكتاب في رحاب مكتبة الملك فهد الوطنية، التي تبدأ بتزويد القسم المسؤول عن تنمية المجموعات وتغذية رصيد المكتبة المعرفي عن طريق الشراء أو الإهداء أو التبادل، حيث تقوم إدارة التزويد بتخزين بيانات أولية عن الكتاب في أوعية المعلومات في نظام الأفق بصيغة مارك 21 عبر محرر نصوص يدعى محرر مارك، والعمل على بناء سجل جديد في قاعدة البيانات، ويعطى رقماً مميزاً يسمى رقم التسجيل. عند وصول وعاء المعلومات إلى إدارة الفهرسة، يتم تدقيق البيانات المدخلة من خلال رقم التسجيل وإضافة بيانات مهمة من شأنها إثراء المحتوى الببليوجرافي، وبعدها تنقل الكتب بالعربات إلى المجموعات العامة ليأخذ كل كتاب موقعه على الرف المخصص له، ولتصبح الكتب متاحة للجمهور. يطلب رواد المكتبة الكتاب من الموظف المسؤول الذي يبحث إلكترونياً عن موقع الكتاب في قاعدة المعلومات المدخلة، فيحضره ويسلمه للزائر. وعند الانتهاء من الكتاب يأخذه الموظف ويعيده بنفسه إلى مكانه المخصص على الرف،
وذلك تفادياً لضياع الكتاب ووضعه في غير مكانه، نظراً لاتساع مساحة المجموعات ووفرة مخزون المكتبة من المطبوعات. توجهت المكتبة إلى التقنية الحديثة من خلال إطلاق مجموعة المشاريع الرائدة على مستوى المكتبات العربية والعالمية، ومن أهم تلك المشاريع الفهرس السعودي الموحد. يساهم الفهرس السعودي الموحد في تجاوز الحواجز المكانية للمكتبات وإتاحة مخزونها لعموم الباحثين في المملكة وخارجها، وتمكينهم من الوصول إلى المخزون الثقافي لكل المكتبات وتسويق محتوياتها وتنمية برامج الإعارة التعاونية بينها، حيث تتجاوز فلسفة الفهرس السعودي الموحد أعمال جمع المعلومات الببليوجرافية الوطنية إلى تعظيم الاستفادة من الرصيد المتراكم من خلال مجموعة من الخدمات المضافة التي جعلته المرجع الأول في الوصول إلى المعلومات في الحركة الثقافية الوطنية. مستخلصات الكتب السعودية. سعت مكتبة الملك فهد الوطنية إلى إثراء المعرفة ودعم المحتوى الرقمي العربي من خلال إتاحة الوصول إلى مستخلصات الكتب السعودية كافة التي تضم المعلومات اللازمة عن المؤلف والكتاب. البوابة والخدمات الإلكترونية. استطاعت المكتبة مواكبة اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالتحولات الإلكترونية في جميع القطاعات الحكومية، وقد قامت المكتبة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بنظام يسر بدراسة ما تحتاجه المكتبة في هذا المجال للشروع في البوابة الإلكترونية، بحيث تكون بوابة المملكة على العالم الإلكتروني وصولاً إلى تطبيقات الحكومة الإلكترونية. أما الصورة الأكثر جمالاً في تفاعلها مع مجتمعها المحلي فهو إتاحتها خدماتها ومجموعاتها ومقتنياتها للمستفيدين من باحثين وباحثات وخدمتهم عبر أكثر من وسيلة كالهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني أو من خلال الخدمة المباشرة. ويبقى الكتاب خير جليس في الأنام، معه تتنزه العقول في إبداعات الأمم، وبين صفحاته تختزل حكمة عصور بأكملها. تبقى مكتبة الملك فهد الوطنية الحاضنة الحضارية لكنوز العلم النفيسة، والرافد الثقافي الذي يسهم في تفتح أزهار العقول في حدائق الوطن، وأفقاً لا ينتهي يجمع الكتاب بعاشقيه في أجواء تسودها اللهفة لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد، ولترتقي مسيرة الكتاب إلى المكانة المرموقة التي يستحقها.